السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاك احمد الابيض، مصور بخبره 6 سنين، ومن سنتين عملت شيفت كارير وبقيت جرافيك ديزاينر. اهلا بيكم في دوره الموشن جرافيك بستايل الكولاج. الدوره عباره عن 4 مراحل. اول مرحله اتعلمنا فيها ازاي نحول الفكره اللي في دماغنا لنص مكتوب. تاني مرحله اتعلمنا فيها ازاي نحول النص ده لاوديو. تالت مرحله واللي احنا في اخر جزء فيها في الفيديو ده اتعلمنا فيها ازاي نحول النص لصوره. في الجزء بتاع النهارده هنتعلم ازاي نجهز الملفات لتصديرها الافتر افكت سواء من فوتوشوب او من الستريتور. المرحله الرابعه والاخيره هتكون تحويل الصوره الصامته لفيديو متحرك. يلا بينا نبدا. بسم الله، هنفتح الملف اللي احنا عملناه سوا. عشان نصدر الملفات لافتر افكت محتاجين ان كل تفصيله تبقى فلير لوحدها، فاحنا ننزل كده على اول ارت خلفية تبقى فلير لوحدها، convert smart object كذلك العلم، وهكذا هنبدأ كل جروب كنا عاملينه نخليه فلير لوحده. طبعا الحاجة اللي ما كانتش متسمية زي والد دحتوه كده نبدأ نسميها عشان ما نتوهش في افتر افكت. بالنسبة للنص ده احنا لو عايزين نسيبه نسيبه مفيش مشكلة، وبعدين نمسحه من افتر افكت ونعمل فيها نفس اللي عملناه في الارت بورد الاولى. ده اللي هو بتاع الورقة اللي تحت التاريخ، نسميه الورقة. وبالنسبة للتاريخ كده كده لما يتحول لافتر افكت بيقراه كلاير مش كتكست، احنا هنسيبه كده ونخش افتر افكت ان شاء الله هنعيد كتابته من جديد. هنخلي المستطيل اللي احنا كنا عاملينه وعاملين فيه نويز ده كلاير لوحده ونسميه تي في جليتش. بالنسبة للارت بورد دي احنا كنا جايبينها من الاستريتور، عملناها ازاي؟ خلينا الورقة بالتفاصيل اللي فيها لير لوحدها، وكل ورقة هيتكتب عليها التاريخ خليناها في لير لوحدها عشان ما نتوهش في افتر افكت. نسميهم 1 2 3. طب انا لو هصدره من الاستريتور اعمل ايه؟ احنا عندنا في الاستريتور كل العناصر دي محطوطة في لير واحد، فهنحتاج نفتح اللير كده ونعمل 1 2 3. ادي كده احنا عملنا 3 ليرات جديدة، نضيف فيهم بقى الورق بالترتيب. دي أول ورقة أهي 1، دي تاني ورقة 2 3، نسميهم 1 2 3. لو احنا كده صدرنا الملف الاستريتور ده على افتر افكت هيقرا معانا ومش هيبقى فيه اي مشكله. هنا لو احنا عايزين نعمل اي افكت في خريطه غزه محتاجين تبقى في لاير لوحدها، انما بالنسبه لي انا مش هعمل فيها اي افكت فهخليها هي وفلسطين في لاير واحد. بالنسبه بقى للشيب اللي احنا رسمناه ده والرقم، وهنعملهم من جديد في افتر افكت. كذلك الامر برده معانا في اخر ارت بورد، هنسيبه زي ما هو وهنعيد كتابته من جديد في افتر افكت. هل احنا كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. طيب فاضل ايه؟ محتاجين نسمي كل ارت بورد على حسب ترتيب المشاهد. هنقفلهم كلهم نبدأ نسميه. ساعات الارت بورد الترقيم بتاعها ما بيبقاش مترتب، فانت محتاج تقف على كل ارت بورد كده وتتاكد ان هي دي المشهد الصحيح اللي انت بتسميه. محتاجين بقى نعمل ايه تاني في فوتوشوب؟ هو قاري ان كل ده كده، لو حددناه كده قاري ان كل ده كده بروجكت واحد، مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه يقرا زي ما احنا عاملين كده الارت بورد الاولانيه، هو ده مقاس البروجكت. فنعمل ايه؟ نخلي كل واحده نقلبها برده ايه سمارت اوبجكت، ونخش جواها ونعمل سيف ونسميها المشهد الاول. وبس كده، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجهز الملفات عشان نصدرها لافتر افكت. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنفتح افتر افكت ونتعلم ازاي نحرك عليه. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ما تنسوناش من اللايك والكومنت والشير، وما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم.